أنا آسف مقدما عن حلقة اليوم، لن تكون كالمعتاد، لأنني أريد أن أتكلم عن شركة باسم كونامي. أتوقع تعرفون شعورنا باتجاه Metal Gear Survive. نعم، في هذا الفيديو. لا تكمونا بس، إيه خلاص. ولكن الحقيقة بعد نزول اللعبة هناك حقائق سببت له وجع الرأس وكل ألم القلب. نعم، كونامي أحد أفضل شركات الألعاب في الماضي التي قدمت لنا ألعاب أسطورية مثل ميتل جير، كاسلفينيا وسايلنت هيل. أصبحت أسوأ شركة في تاريخ الجيمينج. نعم، أسوأ من EA. لننسى أنهم طردوا كوجيما وأنهم لم يدعوا أن يكمل لعبته، وكيف حولوا لعبتنا العزيزة إلى لعبة قمار. والحقيقة أنهم استخدموا اسم اللعبة لكي يصنعون لعبة زومبي متخلفة عقليا. لننسى، الصراحة لا أحد سينسى هذه الأشياء السيئة، ولكن لنحاول، لأن ما فعلوه في داخل هذه اللعبة أدمر وأشنع من كل الأشياء التي فعلوها في الماضي. لديك 4 أماكن لتصنع سيف جديد وشخصية جديدة، ولكن مكان واحد فقط مفتوح إليك. ولكي تصنع لك شخصية جديدة وسيف جديد، يجب عليك أن تدفع 3 دنانير و700 فلس بحريني أو 37 ريال سعودي. وإذا تريد فتح جميعهم ستدفع 10 دينار أو 100 ريال سعودي، ما يعادل سعر اللعبة بأكملها تقريبا. والحل الوحيد لكي تصنع شخصية جديدة بدون دفع هو أن تمحي السيف. والوساخة لا تنتهي هنا. لكي تكبر مخزون الأسلحة ماذا عليك أن تفعل؟ نعم، تخمينك صحيح، يجب أن تشطب بطاقة الائتمام في مؤخرة كونامي. كيف؟ لماذا هذا النصب؟ هناك ألعاب يوفرون لنا هذه الأشياء من غير مقابل، فكيف يتوقعون أن أدفع للعبتهم الوقحة؟ كونامي وصلت إلى قاع الزبالة والوساخة. أتوقع ما أفعله في الحمام أشرف من كونامي معشر القذارة. وهناك الكثير من المايكرو ترانزاكشنز في اللعبة مما يجعلها كأنها لعبة قمار. لا أعلم بماذا يفكرون. أتمنى من كل قلبي أن تذهب الشركة للجحيم وأن يدخل عمود في فم الذي اتخذ هذه القرارات ويخرج من فكحته. ولكل من اشترى اللعبة، تفضل خذ إصبع النار يا غبي. ماذا حدث؟ ماذا فعلتون بهذه الألعاب أيها الأخبية؟